مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. قبل يومين طرحنا موضوع فصل الطالبات من جامعة أم القرى، وبعد طرح الموضوع وصلت إلينا الكثير من ردود الفعل المؤيدة والمعترضة والراضية والمعجبة والمعاتبة، ردود فعل كانت واسعة جدا. بعضها يرى أن الطالبات كانوا محقات في الأسباب التي أبدوها، وأن تظلمهم على الجامعة كان يجب أن يأخذ مساحة أوسع ويصل صوتهم، وبعضهم كان يرى بأن الجامعة محقة في فصل هؤلاء الطالبات وأنه لازم تقف بحزم ضد كل هذه الأفكار. الجامعة كانت متمسكة بمواقفها وتهمة التشبه بالرجال اللي قالتها للطالبات، والطالبات أبدوا أصلا تأذيهم من هذا الموضوع، سواء إعلاميا أو اجتماعيا أو جامعيا، أنهم يتهمون بالتشبه بالرجال وهم بعيدات كل البعد عن هذا. الجديد اللي صار في الموضوع أن يا هلا تواصلت مع الصحفية اللي كانت أو أطلقت الشرارة الأولى لهذا الموضوع، وتبنت موضوع القضية كاملة من جهة الطالبات ومن جهة الجامعة، ونشرت الخبر ونشرت الموضوع وتابعته، واستطاعت أنها توصل لكثير من التفاصيل سواء من الطالبات أو من الجامعة. يا هلا كعادته يتيح الفرصة لكل الأصوات، لكل الأطراف في كل القضايا لإبداء ما لديهم، ويحاول أن يكون محايدا في طرح كل القضايا. ولذلك سنتواصل إن شاء الله في هذه الحلقة مع الإعلامية لكشف الجديد من التفاصيل في هذه القضية، أيضا مع الطالبات لإعطائهم المساحة الكافية أنهم يقدمون ما لديهم ويقولون ما لديهم في هذا الموضوع، وأيضا مع إدارة الجامعة اللي راح نوضح طريقة تواصلنا معها. ولكن قبل ما نستقبل كل هذه الاتصالات ونفتح المجال للحديث في هذا الموضوع، خلونا نشوف مقتطفات من اللقاء السابق اللي كان معنا يوم الخميس فيها هلا عن القضية نفسها، ونرجع نناقش الموضوع. فصل على ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى مشكلة مشاجرات. إيه. قررت فيها لجنة التأديب الفصل. وش هي عفوا دكتور؟ شجارات، مشاكل وشجار بين الطالبات. طيب. عرض على لجنة التأديب فرأت فيها الفصل. المشكلة الثانية مشكلة التصوير، والتصوير داخل الجامعات في أقسام الطالبات فيه تشديد في الجامعة. إيه. اللي ما ترتب عليه من إشكالات. إيه. الجزء الثالث هو قضية التشبه، وأنا ما أدري لماذا تمسك الإعلام فقط بجزء من القضية وجعلها هي الواجهة الوحيدة. بالنسبة لما تسأل عنه من قضية التشبه، كان فيه مجموعة سلوكيات كما قلت لك ومظهريات اجتمعت، فكان السبب في هذا القرار. منها ما ذكرته الجريدة في مسألة قصات الشعر بحيث أنه تصبح الشعر على الوجه الرجالي، منها الملابس كما ذكروا فعلا. أنا قلت لك ما عندي ولا شيء، فقط قصة شعري، ملابسي، مكياج كامل أحط، ما في ولا شيء. دمني أنا انه بتبه بالرجال، يعني ما في رجال يحط مكياج، ما في رجال يحط رموش، ما في رجال يلبس سنانير بيجام. طيب الان انا بترك لك مساحه اخيره، الدكتور يسمعك، عادل بناعمه متحدث جامعه ام القرى، وسيوصل صوتك لكل الجامعه اعتقد ولكل المسؤولين. ايش تحب تقولي لهم قبل ما نغلق الخط؟ يعني المفروض كذا ما يفصل احد يشوف، يمسكوا عليه شيء، هم مسكوا علينا شيء. للحديث أكثر عن هذا الموضوع تلتحق بنا عبر الهاتف الصحفية في صحيفة مكة إشراق الجفري، وستلتحق بنا هاتفيا إحدى الطالبات المفصولات بسبب تهمة التشبه بالرجال اللي فصلتهم الجامعة بناء عليها كما ذكرت. قبل ما أستقبل إشراق أنبه إلى أننا حاولنا التواصل مع الجامعة، مع عميدة الجامعة الدكتورة هالة العمودي، ومع معالي مدير الجامعة، ولكن إلى الآن يعني لم نصل إلى جاوب منهم للظهور والحديث أكثر حول هذا الموضوع. كنا وما زلنا نتمنى ظهور الدكتورة هالة لأنها من داخل الجامعة وكانت حاضرة في كثير من القضايا اللي ممكن أنها تفيدنا في هذا الموضوع. إشراق أهلا بك في أهلا. أهلا أستاذ إشراق، خلينا نشوف الجديد اللي عندك والدافع اللي خلاك تتبني هذا الموضوع، وش اللي وصلتي له مع الجامعة ومع الطالبات في تحقيقاتك؟ في البداية استفزني سبب الفصل، إنه قصة الشعر ليست مبرر فصل وليست العقوبة المناسبة لها الفصل. هناك عدة طرق يمكن أو كان ينبغي اللجوء إليها قبل إصدار هذا القرار الصادم. ليش جعل الطالبات في دائرة شك؟
هل يعقل أن تفصل الطالبة من الجامعة بسبب قصة شعرها؟ لا الأهل ولا المجتمع سيتقبل أو سيقتنع بهذا السبب. لذلك أصريت على البحث عن التفاصيل. هنا بدأت مع الطالبات وأجمعنا جميعهم إنه لا يوجد سبب آخر للفصل، مع العلم إنهم ما كانوا يعرفوا بعض. بعد مناقشة التفاصيل القضية مع الطالبات، لجأت للجامعة لمناقشتها. طبعا الجامعة أظهرت لي تبريرات أخرى خرجت عن المحور الرئيسي اللي هو سبب الفصل. ايش قالوا لك الجامعة؟ الجامعة ذكروا إنه مشاجرات وإنه في سلوكيات ثانية تتدخل بأخلاق الطالبة يعني حاجات أتوقع عن طيب، مشاكل. والطالبات وش كانوا يقولون؟ انه كلام الجامعة غير صحيح؟ أيوة كانوا يأكدوا إنه كلام الجامعة غير صحيح، لكن أنا عنصر محايد في النهاية، لازم أسمع من الجميع الجامعة والطالبات. فطلبت إني أقابلهم في مكان، رحت شفت الطالبات، لكن في قصات فعلا، لكن ما شفت صراحة لا الاسترجال ولا شيء مما ذكر. بعدين الأسباب غير منطقية بالنسبة للملابس، البلوفرات، الله يكرمك، الأبوات الرياضية، هذه كلها حاجات مشتركة بين الشباب والبنات. طيب إشراق، أنت بعد ما سمعتي الجامعة وبعد ما سمعتي الطالبات، وين الجهة اللي تعتقدين أنها كانت محقة في وضعها؟ الطالبات مظلومات ولا الجامعة محقة؟ بالنسبة للجامعة أنا كنت أتمنى إنهم يرجعوا، مو للمنسوبات، كنت أتمنى إنهم يرجعوا لملفات الطالبات. أنا أكون لهم كل الاحترام والتقدير لتعاونهم معنا الدائم، لكن كنت أتمنى إنهم يرجعوا لملفات الطالبات، ما ياخذوا كلام المنسوبات ويبنوا عليه تصريح ويرسلوه. طيب، بعد ما التقيتي بالطالبات واجتمعتي فيهم وتحدثتي معهم، لاحظتي عليهم أحقية التشبه بالرجال اللي تقولها الجامعة ولا لا؟ المجموعة اللي قابلتها لا، وبالتالي في قصات شعر قصيرة، بس ما في نحت بالماكينة زي ما ذكر. ما في سلوكيات، يعني السلوكيات الغير سوية اللي متبعة من زمن، مو معقول إنه راح تغيرها في يوم وليلة علشان تقابلني. غير إنه أنا لما قلت لهم حقابلكم ما جبت سيرة إنه أنا حشوف أشكالهم، قلت لهم أبغى أتناقش في القضية بس، مجرد نقاش. كم طالبة قابلتيها؟ والله تقريبا 20 طالبة. 20 طالبة. طيب تقريبا. إشراق، إذا تبقين معي على الهاتف يا ليت، ونستقبل إحدى الطالبات المفصولات بهذه التهمة. أختي حياك الله، في أهلا. يا هلا، مساء الخير على الجميع. أهلا وسهلا. سمعتي كلام المتحدث الرسمي الدكتور عادل بناعمة اللي ظهر معنا في الحلقة الماضية، وأعدنا كلامه قبل قليل من أنه هناك 3 تهم تجتمع على كل طالبة، وبالتالي يعني يؤدي إلى قرار الفصل: وجود الشجارات والسلوكيات السيئة وقصات الشعر. كيف تعلقين على الموضوع؟ وش الجديد اللي تقوليه في خصوص قضيتكم؟ أول شيء أنا راح أتكلم عن التقرير اللي نزل الحلقة اللي فاتت. أنا ايه؟ تقرير نزلوا قصات شعر ثابتة جدا، إنه يعني بالحلق ومدري إيش، وصبغات مش لائقة كطالبة فعلا. أنا حسيت بالظلم فعلا، إنه خير يعني ينزلون صور زي كذا، إحنا ما سويناها، يعني جديا إحنا ما نتشرف إن نسوي قصات زي كذا، إحنا ما قصنا، إحنا كانت قصاتنا كلها. طبعا عشان اوضح لك بس انه التقرير يعني، واحنا نعتذر عن هذا، التقرير ما كان لطالبات الجامعه، هو كان تقرير عام عن ظاهره الفصل والتهمه اللي قالتها الجامعه، تهمه التشبه بالرجال. الحين المشاهد لما يشوف الحلقه ايش بيقول؟ بيقولون والله هذه رؤوس البنات كذا في الجامعه، عايش ولا لا؟ فاحنا كذا تعرضنا للظلم. طيب، فارجو انكم تعدلون الصوره هذه. هي الصوره لم تنشر الان يعني، واحنا نعتذر عما ورد في التقرير. تفضلي. اوكي. كمان بغيت أقول إن ترى مش 27 طالبة فقط اللي انفصلوا، في
في مجموعة تقريبا فوق 40 طالبة انفصلت بسبب شعرها. 27 طالبة اللي ذكر عددهم هذول فقط اللي رفضوا هذا الظلم اللي صار، اللي راحوا للإعلام، اللي حاولوا على قد ما يقدرون انهم يرجعون حقهم. بس لأنه جات اتهامات كثيرة بسبب انه 27 طالبة اكيد انهم مسوين شيء عشان كذا هم انفصلوا. عددهم قليل، لا الموضوع اكثر من كذا. احنا انفصلنا بسبب شعورنا بس. وعلى كلام المتحدث يقول انه مستحيل تنقص، مستحيل تنفصل الطالبه بسبب قصه شعره، الا اذا كان في سلوكيات ثانيه. طبعا هم يقولون ان دققوا فينا، صح ولا لا؟ كان في متابع علينا، صح ولا لا؟ صحيح. قدامهم هم تابعوا فعلا، ليه ما شافوا مكياج اللي احنا حطه؟ ليه ما دققوا مشيتنا مثل ما قالوا انه دققوا هذا؟ اذا دققوا فينا ليه ما يعني ليش كانوا حاطين كلمه بويا على بس قصه شعر؟ قصة شعر أنا يعني إذا مرة الوحدة مرة تبي قصة شعرها لرقبتها. في بنت انفصلت شعرها واصل لين كتفها، حرام. بعدين بعد ما انفصل قال والله أنت انفصلت بسبب شعرك، راحت قسم رجال مع أخوها، طلع سبب فصلها شذوذ جنسي، وهذا قذف بدون دليل بأي حق. طيب علشان نكون منطقيين في الحكايه، قولي لي وش القياس في قصات الشعر اللي ممكن تكون تشبه ومحذوره وممنوعه واللي ممكن تكون معقوله؟ هذه اللي نزلت صور القصات هذه اللي المفروض فعلا نمسك عليها، المفروض فعلا نتعاقب عليها، وما عندي اي اشكاليه اني انفصل بسبب شعر زي كذا. لو كان مثل ما معروف، طبعا انا ارجع واكد لك انه الصور اللي عرضت لا تمثل طالبات الجامعه اطلاقا، هذه تمثل تصور عام لموضوع ظاهرة تشبه بالرجال كما كانت التهمة من قبل الجامعة. صحيح. طيب بسألك عن عن تهمتك أنت شخصيا، أنت كانت قص شعر بس. طيب كيف صارت الآلية؟ إيش قالوا لك؟ كيف نبهوك للموضوع؟ كيف تابعوا معك الحكاية؟ في البداية قالوا لي شعرك، أنت تمام، كل شيء فيك تمام، لكن شعرك. قلت لهم طيب إيش صار؟ قالوا لازم تكتبين تعهد، انه لازم انا الطالبه فلان وثانيه برقمي هذا الجامعي كذا 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 اني انا راح اطول شعري كذا كذا. في وحده تقريبا زيي سوت نفس الشيء، قامت رفضت انها تكتب، راح تعرض لاي عقوبه اذا ما نفذت هذا. طبعا انا ما كتبت الكلام هذا، قالوا اذا ما وقعتي راح نوقع عنك. هذا كلام البنت، اذا ما وقعتي راح نوقع عنك، راح نوقع عنك. هذا كلام مين؟ هذا كلام مين؟ هذا كلام وحده من منسوبات الشؤون اللي بتوقع عنها. مين هي؟ من الجامعة؟ أي واحدة من الموظفات في الجامعة في الشؤون. هذا قالت لها، والورقة نفسها ورقة بيضاء، مش ورقة نظامية أو معتمدة من وزارة التربية والتعليم أو من اللائحة. هذا كلام خطير جدا بصراحة يعني. أنت اكتب المخالفة ووقع عنها. هذا كلام اللي أنا قاعدة أشوفه بعيني. طيب اللائحة حقت السلوكيات مش موجود فيها انت قصيتي شعرك يعني انت راح تنفصلين، ما في شيء هذا. طيب والتعهد وش الصيغه اللي مكتوبه في التعهد ولازم توقعون عليها؟ انا الطالبه فلان الفلاني رقم الجامعي هذا، انا تعهدت بتطويل شعري وكذا كذا تقريبا زي كذا، انا ما اذكر والله هذا الموضوع قبل سنه تقريبا. وتوقعي انا سويت زي كذا على اساس انه هذا نظام. اوكي نمشي موضوع ان احنا انه هذا نظام وزي كذا. طب المتابعه اللي صارت ليش ما كانت متابعه منصفه؟ ليه ما شافوا المكياج اللي انا؟ طب في بنات ما يقدرون يحطون مكياج بسبب الحساسيه اللي فيهم، وانا واحده منهم. مع ذلك مشيت النظام وحطيت مكياج، وكل يوم عدسات، وكل يوم بشر، وكل يوم انعدمت بشرتنا واكسسوارات بعد، وفي النهايه انفصل ليش؟ طيب تبقين معي بس، تبقين معي اشراق، انت سمعتي اللي قالته الطالبه، هو الى حد كبير يتفق مع اللي طرحتيه، ولكن كان في عتب حقيقه وصل من كثير من الطالبات اللي فصلوا، انه ليش انتم اعلاميا طلعتوا مصطلح البويات وذكرتوا فكره التشبه بالرجال، وانه هذا اثر عليهم عائليا واجتماعيا وعلى كافه الاصعده، وانتم في صحيفه مكه نشرتم العنوان بهذه الطريقه، ما وصلت بهالطريقة، وليش كان تعمد الموضوع بهالشكل؟ للأسف الكل تجاهل كلمة تهمة. تهمة كانت بداية الموضوع، بدأ الناس بالسخرية بدون رجوع أو محاولة الرجوع للحقائق أو قراءة حتى نص القضية كامل. هم أخذوا العنوان، وحتى العنوان تجاهل كلمة تهمة، هي تهمة الجامعة، مش إنهم بويات.
بعدين هذه الكلمة لما أنا أخذت الجامعة تعيد وتكرر إنه هذول البنات بويات، هذول البنات بويات. الجامعة قالت لك بهذا النص؟ أيوة. مسؤولات داخل الجامعة؟ لا مش مسؤولات، لما أنا تواصلت مع اللي تواصلت معهم في القضية قالوا لي إنهم بويات وإنهم متشبهات بالرجال. طيب تتوقعين إشراك إيش اللي بيخلي إيش اللي بيدفع الجامعة أو إيش مصلحة الجامعة إنها مثلا تتجنى على الطالبات ولا تصدر بحقهم هذا الأمر وهو غير حقيقي؟ الجامعة لا تتجنى على الطالبات، من يتجنى على الطالبات منسوبات الجامعة. حسب ما وصلني من الطالبات وحسب ما تكلموا البنات انهم قاعدين يمارسوا عليهم سلوكيات ايش نقصد بالمنسوبات لما نقول المنسوبات؟ ما هم من الجامعة ايضا. لا مش ادارة الجامعة، غير الجامعة تتدرج، ادارة الجامعة اللي هي الادارة العليا تيجي تحتهم المنسوبات اللي هم المسؤولات عن الطالبات. هذول ما اعرف كيف يدهم القرار بدون لا يرجعوا للإدارة. كيف منسوبة من الشؤون تقول للطالبة أنا أقدر أفصلك؟ طيب. وتفصلها ثاني يوم. طيب إشراق، لأن الوقت بصراحة قصير معي جدا، أطلب منك كلمة أخيرة مختصرة توجهينها لمن تحبين، للطالبات، للجامعة، للإعلام، إيش تحبي تقولي؟ بالنسبة للطالبات، أنا في هذه القضية يفترض إني أكون عنصر محايد، لكن ما قدرت إلا ألقى نفسي دفاع عن الطالبات، لأنهم شرحوا وضعهم بطريقة أقنعتني. الجامعة ما أقنعوني بصراحة أبدا، بس عندي أمل في الجامعة إنه راح يلاقوا حل، عندي أمل. طيب شكرا لك. كثير احنا تعاملنا مع الجامعه وكانوا متعاونين جدا معنا. طيب اشراق الجفري من صحيفه مكه، شكرا جزيلا لك. اختي بترك لك مساحه اخيره الان توجهي كلمتك لمن تشائين من اداره الجامعه، من المسؤولين، زميلاتك الطالبات، كما تحبين. انا ودي يكون في كمان وقت لانه في نقاط انا ما تكلمت فيها وهي ضروريه جدا. طيب تفضلي. زي ما قلت لك انه احنا متكونات بسبب قصات شعر وزي كذا، وفي ضابطات امن شعورهم نحته اكثر من شعورنا، فكيف يعني كيف هذا الموضوع ان تيجي تمسكيني وانت شعرك منحت وانت ضابطه امن، وفي رئيسات قسم شعورهم نحته، وفي الشؤون بعد شعورهم نحته، ليش يعني ليه النظام هذا يمشي فقط على الطالبات بدون الموظفات؟ غير كذا موضوع سالفة الاسترشام. إيه؟ هذا الشيء يجي بعد ما تصير مجلس تأديبي، طبعا المجلس التأديبي غير مفرط جدا، تجيك تتابعك بعد ما تتابعك الفترة هذه يقولون 8 شهور، يتصلون عليك والله يقولوا لك أنت رح تقابلين العميدة، ما قالوا لي مجلس تأديبي، يعني كذا يعني فاجأونا بالمجلس التأديبي، دخلنا مجلس تأديبي يقولون إنه كان في حوار وكان في نقاش وكان في توعية، ما كان في شيء زي كذا، كان في اتهامات، أنت بويا، أنت مسترجلة، أنت 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 أنت، لم يعني قاعدين يتهمونا. بعدين جينا نتكلم نفتح فمنا قالوا لا والله وقتكم راح، اطلعوا برا من غير ما يسمعوكم، بدون ما يسمعونا، تعالوا الشهر الجاي راح ينزل القرار، الشهر الجاي نيجي الشهر الجاي لو تشوف كيف معاملة الضابطات لنا والمسؤولات، معاملة لا تليق بطالبة علم في حرم جامعي تربوي. فلما دخلت قالوا لي والله انت مفصوله، هاتي لا نشوفك الا الترم الجاي، خصوصا في بنات انفصلوا ترم وبعد كذا انفصلوا سنه، وبعدين سلموك قرار فصل او شيء من هذا القبيل؟ ما وقعنا على قرار فصل، بس شفهيا انه انت مفصوله. انا انفصلت بدون ما اشوف قراري. طيب تتوقعين ليش الجامعه، ليش الجامعه راح تمارس معكم هالشيء؟ ليش؟ والله انا يعني لا ادري، انا لو ادري كان ما وصلت للاعلام ولا كان سالت ولا كان واجهت الجامعه وما حد اعطاني وجه وطردوني، طلعوني من المجلس التاديبي قالوا لي تعالي بعد شهر شوفي القرار، جينا بعد شهر تعامل الضابطات لنا يلا اطلعي انت اصلا مفصوله، انت اصلا مسترجله، انت اصلا ملعونه، يعني لو تدري الاداره اداره الجامعه او مدير الجامعه بهذا المعامله السيئه. طيب وش تقولي لمدير الجامعه الان كختام، ايش تقولي لمدير الجامعه؟ راح اقول بس بقول لك عن الاسترحام بس باختصار لانه خلاص الوقت تقريبا ما انتهى. يعني اكتب استرحام ايش مكتوب فيه؟ ان انا طالبه كذا كذا، اود منكم ان تلتفتوا الي بالرحمه والرأفه
الرحمة والرأفة ما أطلبها إلا من الله، لو روحي بين يدينهم أنا ما مستحيل أني أنهان بالشكل هذا. حتى ضرب المدير، مدير الجامعة بهذه القصة حقت الاسترحام، قال أنه مش لائق ك يعني جهة تربوية تقول كلام زي كذا. طيب بس أنا حبيت أني أوجه كلام للمسؤولين عن القرارات هذه وعن والعميد الجامعة، أرجو أنكم تشوفون حلنا، تشوفون إيش الظلم اللي قاعد يصير فينا داخل الجامعة وما حد يدري عنا. نبي نرجع لمقاعد الدراسة قبل ما يخلص الترم، إحنا قاعد تضيع مستقبلنا، حياتنا قاعد تضيع. حرام، أنا لي 6 سنين ما تخرجت. طيب. وبسبب إيش؟ سبب شعري بس، ما في أي طغمة غير كذا. طيب أنا أشكر لك حقيقة هذا الحضور وهذا الحديث، وأتمنى أن تصل أصواتكم جميعا. شكرا لك ولحضورك معنا في أهلا. أرجع وأكد على نقطة مهمة في طرحنا لهذا الموضوع من الحلقة السابقة إلى الحلقة الآن، أنه إحنا في أهلا نحاول أن نكون على خط واحد من الجميع، وحين نتناقش مع مسؤول معين فهو لإيضاح الحقائق كاملة، وحاولنا الوصول لإدارة الجامعة اليوم ولكن لم نجد تجاوب منهم. الآن استمعتم إلى كلام الطالبات وتأذيهم من حكايتين، من حكاية الفصل ومن حكاية اتهامهم بالتشبه، وهذا أثر عليهم وهم يقولون أنهم بعيدات كل البعد عن هذا الموضوع كما سمعتموهم. استمعتم إلى كلام المتحدث الرسمي الدكتور عادل بناعمة والأسباب اللي ذكرها، واستمعتم إلى كلام شاهدة من خارج الموضوع إشراق الجفري من صحيفة مكة اللي نقلت وجهة النظر في الجامعة والطالبات كما وضحت لكم. أتمنى أن نكون في أهلا استطعنا أن نقدم لكم المادة من كل أطرافها، ويبقى في النهاية أنتم الحكم على كل ما طرح. كل الأماني من إدارة الجامعة ومن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري ومن كل المسؤولين أن يعيدوا التحقيق في هذا الموضوع. الطالبات اللي تستحق الفصل وصدرت منها سلوكيات لن يلاموا عليها، ولكن إذا كان هناك طالبات مظلومات فأتمنى أن ينالهم الإنصاف في هذه القضية. قضايانا في أهل مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.